الكاري، الريحة الكاري اللي كانت تعدي في الدار من عمشر. عمشر شو موعيب كإقامة، إقامة شو موعيب، ماشي بنات عشوائي ولا بنات حنفين. إكس بالفخ، إكس بالفخ. نشدنا نشدنا الجماعة الفقالة ليداك كيقول ما عندي ما ندير لك. كيفاش ما عندك ما دير ليا؟ كتخلص فاكتورات وتخلص المسائل ديالك وتقولي ما عندي ما ندير لك؟ لا، الريحة كطلع لي انا لداري وانا عندي اليرجي وعييت. راه ما وصلت لكم حتى ضرب الموس، ولكن ملي توصل جماعة تشكي عليه وتعيط ليه وليدك تعيط ليه وقول لك انا ما عندي ما ندير لك، كتبو دير اش معنى حنا دبان هكا الانتخاب لا مولاي. وملي كيجي واحد صحاب ليديك اش كنصيفط لك انت؟ عندك الغرق ديال الماء كيصيفط لك واحد الطوموبيل صغيره. حنا غادي نمشيو لديكراري وكيصوروا ما كيكون والو، كيقول لك حتى يجي الكاميو الكبير. كون على يقين ما كتشوفش داك الكاميو، الا مشيتي دابا الا بغيتي نمشي معاك تشوف ديكراسيونات ديال هاد العماره ديال 22، والله العظيم تلقى شي 30 ديكراسيون في هاد العام اللي فات، ولكن شي حل راه ما كاينش. هاد القوات هادو عامرين بالتراب، دوك الناس اللي كيجيو كيجيو غا كيتيبانيو هنا، فهمتي؟ هادوك الناس اللي كيجيو كيجيو غا كيتيبانيو، ماشي كيجيو باش يديرو خدمتهم. حتى كيدوز لنا مع القدس كيقول لك ها هو ما دوزنا كيمشيو فحالهم، راه غنذكريو لك الكاميون الكبير، شي كاميون كبير راه ما كنشوفش. يعني هذا دائما هادشي 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 شنا عشنا معاه، والله العظيم يا خويا الا ولاتي انا مرات ليا في الكراك واحد القسمه، والله العظيم هذوك الشهاده ديال هاد الناس الا مشينا جبنا جبنا كرينا حنا كرينا المواكب والبومبات باش نوصلوا لهذاك. الناس ما بقاش كينزلوا للدار، فانت عطيك هاد العماره الناس ديالها يومين هاد بداو كيحل الناس كيحيدوا كيمشيو الله يسخر اللي عنده فين يمشي فين يمشي. الريحه قتلت الناس، شني ولا ما نعاودش ليك. المن نشكي ونشكي ولا الله تعالى، هادشي اللي كاين ملي كتمشي للاراض ما كاينش اللي كيتصنت ليك، هادي الحقيقه. يعني هاد الشركات اللي ديك علاش شنو السبب ديال ان عدم الاستجابه مع المواطنين هكا، يعني ما تتستجبش مع الشكايات ديال خويا هاد الناس هادو؟ اش غنقول لك، ما كان عندنا واحد السيده جنابي هنا كيعيط لصحاب ليديك، كيعيط لهم واحد ربع ساعه ولا نص ساعه كيوقف الكاميون الكبير والكاميون الصغير، ولكن ملي داك السيد تحول صافي من تما ولينا حنا عايشين في مشاكل ديال الكويس. حيت دابا هاد العماره هادي 22 وهاد 13 عندنا الكراجات حنا اللي منحنين. هادوك الناس ديال القهوي راه يوميين عندهم مالي لاراد، ديك الكاميوات الصغار راه ديما كيجي. من نهار داروا هاد الشيء، من نهار صوبوا الشارع سدوا هاد القادوس هذا ولا الماء، ديما عندنا مشاكل، حنا ديما عندنا المشاكل ديال هذا. يعني كنت تعيطوا الناس المنتخبين ديال هاد المنطقه؟ اخويا مشيت واحد الخطره لعند هاد الناس هادو العداله والتلميه، مشينا عندهم وعيطوا لصحاب الاراض، ولكن غا عيطوا لهم وصافي، ماشي استجبوا لهم ولا شي حاجه. ما كاين والو، هذه الحقيقه، هادشي اللي كاين. خلاص نقول هادشي اللي شنو نتوما كنسكن، يعني شنو كنطالبوا هنايا؟ كنطالبوا اخويا، كنطالبوا دوك الناس يجيو يشطبوا هاد القادوس، القادوس الكبير. فين تتواجد يعني باش تقرب؟ اسميش هاد المنطقة هادي؟ هادي منطقة بنجدية اخويا، بنجدية. رحال مسكينة زنق الطاو، رحال مسكينة. هاد المشكل دابا الروكار ديال برا ديفينيتيف موف تخنق. العام كامل حنا كنعانيو مع لي بيت، هي ما تشكا قلنا ماشي مشكل داك الفيضان اللي طرا ولا بشي، تكلفنا حنايا كسندي جبنا الماتريال ديالنا حيدنا داك الماء. دابا تا خرج عاوتاني هاد الماء، خرج ليديك كتوحل الجماعة، الجماعة كيقول لك لا، ماشي حنا المسؤولين، راه ليديك يمكن اللي مفوضين لهاد الشيء. ليديك كيقول لك لا، راه الجماعة دارت داك الزليج وغطات داك الروكار اللي كاين على برا، ما عارفينوش فين كاين. عشوائية غير كيجيو ويزلجو وليدك ما عارفينش الروكار فين كاين. جاو الناس ديال ليدك جابو داك ديتيكتور، ديتيكتور قال لك راه كاين واحد الروكار هنايا، راه عرفتو تلقانا حفرنا الفوق تحت داك الزليج، حفرنا في ديك البلاصة اللي عطاونا ليدك ما لقيناش الروكار تما. بقى المشكل كيف ما هو، دابا راه درنا ثلاثة ديال لي ريكلاماسيون. ليدك جا واحد الكاميو قال لك حنا الكاميو الصغير ما عندنا ما نديرو لكم، مشاو بحالاتهم. فاش عيطنا عاوتاني هاد النهار ليدك باش نشوفو فين نوصل للمشكل، قالوا لنا راه المشكل راه تحل عندكم. كيفاش تحل؟ الله اعلم. قلنا لهم لا راه مازال كاين المشكل. قالوا عاوتاني صيفطوا لنا نمره اخرى ديال ريكلاماسيون، قالوا لنا حنا نتبعوا معكم هادشي. لحد الساعه ما كاين حتى شي حاجه. جا هاد النهار واحد السيد هو المرشح ديال هذا السيكتور نورمالمون، حتى هو قال لك 24 ساعه ما يبقى حتى شي مشكل.
24 ساعة باش منا والو. هذا المرشح ديال المرشح ديال هذا السيكتور ديال هذه المنطقة يعني 24 ساعة صافي ما يبقى حتى شي حاجة. حد الساعة ما كاين والو، الناس خرجوا طوموبيلاتهم، هاد الناس ما ساكنينش هنا مخليين طوموبيلات مسافرين مخرجين كلشي مخرج طوموبيلاته، الناس ما بقاوش كيباتوا هنايا على هاد الريحة هادي اللي كتطلع لهم من الديور. يعني كنشموا هاد الريحة بحال ما يعني هاد الريحة اش غادي دير؟ الريحة ولا ناموس شنيولة طبات ما كدير معاهم، كان ريكلامي ولا حياة لمن تنادي. كتعيطوا لليديك؟ عيطنا لليديك دابا فاش جيت ولقيتوني كنعيط لليديك عاوتاني. يعني شنو تيقولوا شنو الجواب؟ كيقول لك الجواب اللي قالوا هذا النهار، قال لك لا راه المشكل تحل عندكم. الناس اللي جاوا ديال لليديك مشاو قالوا لهم بلي صافي ما بقاش المشكل راه حلوه. هادو اللي جاوا ديال لليديك؟ اللي جاوا ديال لليديك قالوا راه المشكل تحل. دابا النهار جينا درنا واحد المعاينه في مفوض قضائي، دار المعاينه ديالو باش غادي نشوفوا المشكل في المحكمه الاداريه، نتبعوا في المحكمه الاداريه واش المشكل تابع لليديك ولا تابع للجماعة. هادشي اللي بغينا نعرفو، شكون المسؤول على هادشي؟ لان لذلك كيقول لك دابا الجماعة هما اللي داروا الزليج، وكيقول لك راه خصكم نتوما تحفروا. حفرنا ما لقيناش الروكار تما، عمارة سكنية يعني وسط مدينة الدار البيضاء، يعني كما كنشوفوا ان يعني وسط مدينة في ارقى الاحياء، واحد السيكتور اللي كانوا ساكنين فيه غير الكبار. فاش خرج الاستعمار كان هذا السيكتور كيتضرب به المثال، فاش خلاو المسؤولية الغير أهلها هادشي فاش ولينا، هادشي اللي ولينا كنشوفو يعني هاد الأسباب. هاد الريحة بحال هادي كي غادي دير؟ كيقول لك العزوف الانتخابي، الناس ما كي ما مشاوش يصوتو وما باغينش يصوتو. ها علاش؟ ها علاش؟ شوف فاش كيعيشو المرشح ولا ما كيبان حتى الأخر، حتى الأخر ويجي ويبان هنايا ويقول لك لا كون هاني 24 ساعة. ولكن أنت كتشوف، أنت كتشوف المشكل هو مازال قائم. ها الناس الطوموبيل فاش غادي تدخل؟ قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.